أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أعمل لدى شركة تتعامل مع البنوك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: أنا أعمل لدى شركة تتعامل مع البنوك وتبيع لهم أجهزة الحاسب، وطبيعة عملي أنني مهندس صيانة في هذه الشركة، مما يضطرني إلى أن أتعامل مع تلك البنوك وأقوم بعمل صيانة لأجهزتهم، فهل في عملي هذا مخالفة لشرع الله تعالى؟ نعم، أنت متعاون مع البنوك في عملك هذا، فعليك أن تنتقل من هذه الشركة إلى شركة بعيدة عن التعامل مع البنوك. نعم.